أهلا ومرحبا بجميع متتبعي قناتي الأعزاء. بداية عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. إذا ستعرف جل المؤسسات أو معظم المؤسسات التعليمية الأسبوع المقبل من شهر ماي شللا تاما بسبب الإضراب الذي سيخوضه أساتذة التعاقد أو كما يسمون أنفسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاثنين 9 ماي إلى يوم السبت 14 ماي. إذا هذا الإضراب والذي يأتي في إطار سلسلة الإضرابات التي تخوضها هذه الفئة لأزيد من 5 سنوات لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في